من أجل القدوم للأراضي الأوكرانية والدفاع عنها في وجه العدوان الروسي. وإثر هذا الأمر كانت هناك أيضا إعلان من قبل وزارة الدفاع الروسية بأن هناك 16 ألف مقاتل قادمين من الشرق الأوسط من أجل القتال مع الدولة الروسية. لفت للنظر بأنه رئيس شيشاني أيضا رمضان قديروف يعلن في هذه الأيام عن أن هناك كتيبة من المتطوعين الشيشانيين ذاهبة من أجل القتال بجانب القوات الروسية. فكيف ترى هذا الإصرار من قبل قديروف على دعم الروس بهذا الشكل؟ نعم، قديروف له المصلحة وهو أن يبقى في سلطته، لأنه يعني احنا سنتكلم على الأمور الظاهرة العامة ونترك الأمور الخاصة التي يفهمها الخواص. يعلم أن روسيا عبر التاريخ هي المهيمنة، كان الاتحاد السوفيتي هو الذي يقود، وهي روسيا حاليا الآن بعدما سيطرت على الدول الإسلامية لمدة 70 سنة وأبادت ريحة الإسلام والمسلمين فيها أبدا، حتى من يحمل مصحفا يزج به في السجن لا يستطيع، حتى أن البعض بعدما انهار والاتحاد السوفيتي الشيوعي أن المسلم في تلك البلدان الدول الإسلامية لما ترى المصحف حتى ترى بعض المسلمين جاءوا إلى هناك طلبت منهم طلبا وهو أن يأتوا لها بمصحف حتى تراه بأم عيني، وصور كبيرة جدا لكن لا يسمح المقام أن نذكرها كيف. فيعرف أنه هو ستسيطر على هذه الدولة الصغيرة من جمل دولات بقطع النظر عن أمور أخرى، لذلك هو يذهب إلى مصلحته الشخصية. وحتى الاجتماع الأخير يعني وهو تقريبا قبل 2 أو 3 سنوات أو 4 لا يزيد أظن في غروزني أظن، جابوا مسلمين، جابوا جماعات اللي هي توافق عليها الحكومات كلها مسلمة وغير مسلمة المبتدعة، وهم يمثلون الصوفية المبتدعة وليس الصوفية المقبولة على الأقل موافق للكتاب والسنة، واستخدموها أن يضربوا بها كل داعية وكل عالم وكل جهة تقدم الإسلام السني الصحيح، فأخذوا هؤلاء وهو من ضمنهم، وكان هذا الاجتماع عنده هو، لذلك هو يسعى لخدمة نفسه من أجل ذلك.